انا عارف ان الحياه مضايقاك، وكل واحد هيخش دلوقتي يقول لي لا مش مسلم، ليس منا، لا منا، واللي بيقتلونا في مصر منا. طب والمسلم البريطاني خد منهجه منين؟ والمسلم اللي هو فرنسي من ده الإسلام. خد منين؟ من الاسلام. يعني ايه من الاسلام؟ مش حاجه في الاسلام. ايوه هو لا مش من الاسلام. وجه نفسك، في طيارات جوه الاسلام بتبيح الكلام ده. وجه نفسك من الاسلام. هو جابه منين؟ طيارات اشخاص، لو ما كانش افراد، لو ما كانش مش دين. لو ما كانش عندك الطيار ده ما كانش حد شجعه. هم استغلوه سياسيا. انا ما بقولش ان الطيار مش طيب. عندي هو استغلوا غزاه سياسيا. واجهي نفسك، عندك الطيارات ديت والناس بتتغذى عليها وبيجبروا عليها. احنا مستحلين يا جماعه، كلنا دمنا حلال بالنسبه لهم، كل حاجه حلال. هو الدوله الاسلاميه اللي في سوريا دول مين؟ ما تقوليش مش مسلمين. اللي في العراق مسلمين. اللي بيتعمل ده داعش ده، واللي خدوا العيال بتوع جبل سنجار وذبحوهم واغتصبوهم، كل دول مسلمين. اجيب لك التاريخ من الاول، مسلمين. اللي قتل سيدنا الحسين مسلمين. العقل لما باظ والعقيده لما تبوظ بيحصل اي حاجه. حد كان يقتل الحسين؟ احنا مش مختلفين في ده. لا يعني احنا بنناقش فكرك. احنا بنناقش انه تم انه بيتم استغلال ده سياسيا، والدول اللي غزت المتطرفين دول سياسيا لغرض سياسي مش لغرض ديني. ما كانش هيتم استغلالك لو ما عندكش الفكر ده. هو ليه ما اشتغلوش اديان تانية؟ ليه بس المسلمين هم اللي بيعملوا الكلام ده؟ ما اختم مش مختلفه معاك. مش معنى احنا معك. يا جماعة الراجل اللي في امريكا اللي فتح النار على 18 واحد في مركز اجتماعي، 18 الراجل في دماغه ايه؟ الراجل بيضرب يقول الله اكبر. هتقولي ليس منا ومن، وهتجيب لي احاديث وايات وبتاع وشاف ايه، ولكن هناك من اخترع هذه العقيدة، هناك من زورها، هناك من حلاها، هناك من صدرها. يا جماعة الناس بتبقى داعش بالنت، الناس بتقتل بالنت. يعني يقرا مقاله كده ينزل يقتل. انتوا عارفين يعني ايه انه يعني معلش الديتيلز او التفاصيل الصغيره دي حد يقف عندها، ان واحد يقرر ينهي حياته ده عامل ازاي؟ ده مين ده؟ ده رايح بيموت وعارف انه هيموت اطفال ورجال وممكن يبقى فيهم مسلمين وممكن فيهم عرب، ولا هم ولا ليه دعوه. هو في دماغه فكره. هو هي دي المشكله. ما نواجه نفسنا بقى. حكم في مشاكل، دين في مشاكل، فساد في مشاكل. هو ده العالم العربي. ما تواجهوا نفسكم، هي دي الحقيقه.